اول وصفه هنعملها النهارده هي وصفه فتت الموزه، هنعملها بعيش لبناني مع رز ابيض مصري. هنبقى محتاجين عيش لبناني متحمر في الفرن مع زبده وثوم، موزه مسلوقه ومطلعين منها المرقه دي. الصوص بتاع الموزه عباره عن لبنه مع كريمه مع خل وهريسه وتوم مفروم زبده بيض. تمام. طيب اول حاجه هنعملها ايه؟ عايزين نشوح الموزه تشويحه حلوه. هنحط هنا زيت هنا كده زيت، هنحط مع الزيت شوية كزبرة مع فلفل اسود مع كده حبة ثوم، وهنحط الموز اللي احنا سلقينها عشان تتشوح. نحط كده اتنين اتنين، لا ممكن تكفي واحدة كمان. طيب نحط كده واحدة كمان ونقفل عليها عشان ايه؟ عايزاها تتشوح كويس. وهنا نعمل الصوص بتاعنا اللي هو عبارة بقى عن ايه؟ عبارة عن هنحط الزبدة مع الثوم مع فلفل اسود مع الهريسه. الدريسنج ده هيعجبكم جدا اللي على الموزه، حلو قوي. وهنحط كده شوية مرقة عشان الصوص يتقل فيها. عقبال بقى ما الصوص يتقل هنعمل ايه؟ هنجيب بيضة ونحطها هنا كده، وهنحط معاها اللبنة مع التوم. التوم ده اللي هيضيع زفارة البيضة خالص، وطبعا ملح وفلفل، يعني ممكن نحط سنة ليمون بس في خل فخلاص مش محتاجين. ملح، كريمة، ونلخبطهم كويس قوي مع بعض. كويس جدا. شوية خل بس، بقيت الخل هنا كده وهي بتغلي. نبص كده على الموزة، نقلبها بس كده الناحية التانية. ونحط لها شوية مرقة كده. هنبتدي بقى هنا نجيب كده الطبق اللي هنغرف فيه فتت الموزة. هنحط كده العيش اللبناني هنا كده. هنجيب الصوص بتاعنا هنحطه على الهريسة اللي بالثوم والخل. ليه بقى حطينا البيضة؟ حطينا البيضة عشان اللبنة اللي احنا حطيناها
ما تقطعش. نفس فكرة الزبادي، لما بعمل لكم مثلا حاجة بالزبادي وعايزين نحطها على النار، لو حطيناها كده زي ما هي هتقطع وهتبقى شكلها مش حلو خالص. هبتدي بقى كده احط الدريسنج بتاعي اللي هو عبارة عن هريسة مع توم وزبدة، وبعد كده حطينا ضربنا البيض مع اللبنة مع الكريمة، وحطينا هنا خل وهنا خل، ولما الهريسة غليت كويس قوي حطينا الحاجتين مع بعض وسبناهم لحد ما يغلي، وهخليها تغلي تاني شوية كمان اهو. نبص كده على الرز، انا مسوية رز ومجهزاه. الوصفه دي العيش اللبناني فيها احلى عشان بيبقى اخف، لان الموزه تقيله شويه في الاكل فاحسن من العيش البلدي. شايفين الرز اكتر حاجه بتبسط الواحد لما الرز يستوي من غير ما الحله تلزق من تحت.